وصل المطران دومينيك مامبرتي أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي الفاتيكان مساء أمس الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان باستقباله السفير البابوي لدى الأردن والعراق المطران جورجيو لينغوا وأمين عام وزارة الخارجية الأردنية محمد علي الظاهر. وفي أولى فعاليات زيارته إلى الأردن والتي تستغرق 4 أيام، التقى المطران مامبرتي بمثابة وزير خارجية الكرسي الرسولي بنظيره وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، وتم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال جودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا وموقع أبونا وفضائية نورسات إن هذا اللقاء يأتي بعد الزيارة الهامة التي قام بها جلالة الملك إلى الفاتيكان خلال شهر آب الماضي، ولقائه قداسة البابا فرانسيس والمباحثات التي أجراها مع قدسته. وأكد جودة حرص الأردن الدائم على توثيق علاقات التعاون مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام بين الأمم وتحقيق السلام والاستقرار لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وبيّن أن اللقاء تضمن الحديث عن التطورات السياسية في المنطقة وعملية السلام والموقف الأردني بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والتي تعيش بأمن وسلام مع جيرانها وذات السيادة الكاملة. وبيّن أن الأردن يشكل نموذجا في التسامح والعيش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية ودوره في رعاية وحماية المقدسات في القدس. ولا شك بأنه هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار، وتأتي في إطار علاقات تاريخية مميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية والفاتيكان. وحديثنا اليوم كان في التطورات في المنطقة، وأيضا فيما يتعلق بعملية السلام والموقف الأردني المبدئي بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والتي تعيش بأمن وسلام مع. من جانبه أكد وزير خارجية الفاتيكان على عمق العلاقات الدبلوماسية، وهي علاقات صداقة بين الفاتيكان والأردن، وشدد على أهمية الأردن كأرض مقدسة ينظر إليها بعين التقدير، كأرض مقدسة وكبلد يحترم التعددية الدينية والوحدة والألفة بين جميع السكان، مبينا أن هذا أمر ضروري لخلق أجواء سلام ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في منطقة الشرق الأوسط ككل. وأشار إلى أن النموذج الأردني الراقي في العلاقات بين المواطنين فيه يعتبر صورة زاهية ومؤثرة لكل شعوب العالم. Understanding among believers and so on. وحضر اللقاء المطران مارون لحام النائب البطريركي لللاتين، والمطران ياسر عياش مطران الروم الكاثوليك، والأب رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام. Pope Francis announced that he's going to visit Jordan and the Holy Land the next year. Did he set a time exactly for his coming? وردا على سؤال موقع أبونا وفضائية نورسات حول زيارة محتملة لقداسة البابا إلى الأردن، قال وزير خارجية الكرسي الرسولي مامبرتي إن جلالة الملك لدى زيارته إلى الفاتيكان قد وجه دعوة لقداسة البابا فرانسيس لزيارة الأردن، والآن ينظر إليها بترتيبات محددة ودقيقة، ومن المتوقع أن تجري العام المقبل، فيما ستبدأ زيارة البابا للأراضي المقدسة من الأردن، رافضا من جهة أخرى إعطاء تاريخ محدد للزيارة ريثما تكتمل عناصر التحضيرات بحسب تعبيره.
وتأتي هذه الزيارة وسط تكهنات تفيد بأن زيارة البابا فرانسيس إلى الأرض المقدسة ستكون في أيار المقبل. وأقام جودة مأدبة عشاء في دار الوزارة على شرف الضيف الكبير، حضرها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود وعدد من الرسميين الدينيين والمدنيين. باسم السمعان، نورسات، الأردن.